ليش مساعد القريفة وليش تعرض ما تعرضوا له؟ يا مساعد انت منت بروحك، والقضية ما هي قضية شرط فقط، القضية اكبر من ذلك بكثير. القضية وهذه قاعد نشوفها حتى الايام هذه، القضية هي شيطنة الحراك، شيطنة المخلصين، شيطنة الوطنيين، وشيطنة نوابه ونواب السابقين وشبابه، يحاولون يسخفون قضايانا ويسخفون هذا الحراك، يحاولون يقللون من مكانته، ويحاولون يسطحون من التضحيات اللي قاموا فيها العشرات من أبناء الشعب الكويتي. أنا زرت الجماعة في تركيا عدة مرات خلال فترة تهجيرهم، والله أنها أكره زيارات، لأن شخص مثل مسلم البراك اللي كان يستقبلنا في ديوان العامر في الأندلس، والله يا جماعة ثقيلة 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 علينا أن شخص مثل هذا يكون عايش بالمهجر بشقة. والله يا جماعة أن في كل مرة أزورهم فيها، وهذا شرف عظيم، هم يستحقون ذلك، ولكن زيارة ثقيلة ومريرة. ما هو مقبول أن رموزنا الوطنيين يتعرضون ما يتعرضون لنا، ولا هو مقبول أن شبابنا الوطني يتعرضون حق اللي قاعد يتعرضون له، ومحاولة التقليل من تضحياتهم وتسطيح تضحياتهم والتقليل من شأنها أمر غير مقبول. وهم اللي خايفين منه، خايفين من الحراك القادم، عشان كذي قاعد يسوون اللي قاعد يسوونه اليوم. ولكن إيماننا بالله قوي، وإيماننا فيكم كبير، ومثل ما أبناء الشعب الكويتي من عام 21 إلى هذا الوقت أثبتوا في جميع المراحل قوتهم وصلابتهم وانتصارهم للحق وانتصارهم للوطن وانتصارهم للمستقبل وانتصارهم لشبابهم مثل مساعد القريفة والشباب اللي وياه. أيضا في هذه الانتخابات أعتقد أبلغ رسالة قيلت، وهو الدور اللي لازم احنا نقوم فيه، وهي الرسالة اللي لازم احنا نحملها يوم 29/9، هو شعار اللي رفعه مساعد القريفة: إنما الأوطان تبنى بالثقات.